أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا النبأ العاجل. تجتمع هيئة الرؤية الشرعية بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رئيس هيئة الرؤية الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية، وذلك التماسا لرؤية هلال شهر شوال. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى هناك ومراسلنا ناصر الهاجري. ناصر، مساء الخير. مساء النور، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث يعقد اجتماع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هلال شهر شوال لعام 1438 للهجرة. وبداية يتفضل حضرة المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز، رئيس هيئة الرؤية الشرعية لتلاوة البيان الصادر من هيئة الرؤية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من هيئة الرؤية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان لسنة 1438 هجرية، الموافق 24 من شهر يونيو 2017 التماسا لرؤية هلال شهر شوال عام 1438 هجرية. وقد ثبت شرعا رؤية الهلال هذه الليلة، فعليه يكون يوم غد الأحد الموافق 25 من شهر يونيو 2017 هو أول شهر شوال ويوم عيد الفطر السعيد. وتغتنم هيئة الرؤية الشرعية هذه المناسبة الكريمة لتتقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بأجمل التهاني وأسمى التمنيات وأخلصها، ضارعين إلى المولى القدير أن يعيد على الجميع أمثال هذه المناسبة الكريمة أعواما عديدة وأزمنة مديدة باليمن والخير والبركات، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والسؤدد والازدهار. المستشار يوسف جاسم المطاوعة، المستشار صالح رشيد الركدان، المستشار وليد خالد المذكور، وكل عام وأنتم بخير. نعم أعزائي المشاهدين، كما استمعنا من حضرة المستشار رئيس هيئة الرؤية الشرعية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة يتفضل معالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب لإلقاء كلمته في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني بمناسبة ثبوت رؤية هلال شهر شوال وحلول عيد الفطر المبارك أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد السعيد، داعيا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، وأن يشمله برعايته وتوفيقه، وأن يحقق على يدي سموه أمال الوطن والمواطنين. كما أتقدم بهذه المناسبة بخالص التهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى الشعب الكويتي الحبيب، وإلى الأخوة المقيمين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، وأن يعيد عليهم وعلى الأمة الإسلامية هذه المناسبة
بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب الدعاء. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير على هذه الكلمة وهذه التهنئة، ونحن بدورنا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولمقام ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنين لهم كل التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الأمتين الإسلامية والعربية، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. إذن شكرا جزيلا لمراسلنا ناصر الهاجري من موقع مقر معهد الكويت لدراسات القضائية. ملان مشاهدينا، ننتقل مباشرة إلى قصر نايف ونعود لكم مجددا. جاهز؟ جاهز. ارمي عبي. جاهز؟ جاهز. ارمي. إذن مشاهدينا، فقد أعلنت هيئة الرؤية الشرعية خلال اجتماعها اليوم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1438 من الهجرة، الموافق 25 من يونيو 2017 ميلادية. وكانت الهيئة قد اجتمعت مساء اليوم بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية برئاسة المستشار يوسف المطاوع رئيس هيئة الرؤية الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية التماسا لرؤية هلال شهر شوال. وبهذه المناسبة ترفع وزارة الإعلام أطيب التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدام عليهم موفور الصحة والعافية. كما تهني الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على بلادنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، متمنية دوام الأمن والاستقرار. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، في أمان الله.